أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا من أهل هذه البلد، ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقة في وسط القبور، وهذه القبور مرفوعة وعليها ستور وعليها أقمشة ككسوة الكعبة، فما هو الواجب حيال هذا الأمر؟ أعيد السؤال. يقول: أنا من أهل هذه البلد. أنا من أهل هذه البلد. هذه البلد له قبور عليها ستور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز؟ يقول أنا من أعيد السؤال، هذا عجيب. نعم. وذكر المنطقة يا شيخ. اقرأ السؤال. أنا من أهل هذه البلد، ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقة في وسط القبور، وهذه القبور مرفوعة وعليها ستور وأقمشة ككسوة الكعبة. يعني ما وصلتكم الدعوة ولا وصلكم حكم المسلمين؟ تقول من هذه البلد ما أظن، لكن إن قدر في شيء من هذا لا بد تبلغ السلطة، تبلغ القاضي، أقرب قاضي عندك تبلغ بهذا، وتبلغ المحافظ، وتبلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تبادر بهذا. نعم.